مين؟ من الغد عليكم سلام. ابويا مش موجود. انت كفايه. خالتي في السوق، مفيش حد في البيت غيري. يبقى احسن، اصل انا جاي في موضوع يخصنا احنا الاتنين. مفيش بيني وبينك مواضيع يا والدي. والدك؟ هي دي برضو مقابلة الضيوف؟ مش لما يكونوا ضيوف. ضيوف؟ امال انا ايه، كشاف بتاع عداد النور؟ معرفش. وتفضل بقى من غير ما ترد. ابويا زمنه جاي ومعاها عوض، خطيبي. عوض؟ خطيبك؟ ولعلمك بقى ده ما بيستحملش الهوا يعدي من جنبي، بيغير عليا موت. راجل راجل ده، راجل ده، ده تقاوي راجل، ما يفرقش كتير عن سيكاتانيلا. ايه؟ لا لا يا معلم، لا. ايه؟ لا ما يصحش كده ابدا. هي حصلت؟ عوض عوض راجل راجل، وزيد الرجاله كمان. معلش انا هسامحك يا طعمه، عشان قريت الفاتحه مع ابوكي. خلاص هتبقي مراتي. مراتك؟ حوش حوش، ده لما تشوف حلمة ودنك. ودني؟ انا رايح لحد الفرن، انايم داغر شوية احسن، زمانه هيتجنن. لا بقى اجي معاك. لا لا خليك انت، ما تتقل شوية. روح انت على البيت، طعمة مستنياك، هتفرح اول لما تشوفك. المرة دي مش هسيبك أبدا. عيب يا معلم، عيب، ما تغلطش. ما أنا هصلح غلطتك. ليه صلح غلطتك؟ ده إيه؟ يا راجل يا مجنون يا أول. ده الخطيب؟ اهلا بيبو. كده بقى انت مش بيبو، انا بيبو. وعشان كده لازم تاخد ضربات جزائك. زرغطي بقى، فوتك بعافيه. هو في ايه؟ حصل ايه؟ مفيش حاجه. امال ايه؟ انت قافله الشبابيك ليه؟ مفيش حاجه متقفله يا عوض. هو فين؟ مش ازاي قبل ما اضربه؟ معلش، ما هو خاف منك. لا انا مش ممكن اسيبه الجبان. تعالى بس اغسلك. طلع اضربه في النور. لا تعالى اغسلك الجرح، سيبك منه. لا انا كويس. عوض اللي ماسك بايده طعاله. عوض يا مسكين. عوض تعالى هنا، اعمل ايه؟ ريح فيا يا عوض. لا تمام، خش جوه. انت لابسه؟ مفيش، انا ما عنديش حريم تخرج بلابيس. خش يا طعم. حاضر يا زعو. خش. وده يطلع ايه يا معلم؟ ده شعر يا مشير، بس جاه بدري شويه. عسل. عايز ايه؟ اسمع يا معلم، انا جاي اكلمك بالذوق، نصفي حسابنا، اخد حقي.
حقك فيه. حق في الفرن. في الفرن يبقى زمانه اتحرق. يا حسن اسمع يا واد، انت جاي تلعب عليا يا واد؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يلعب على المعلم ده غير يا واد. انا مش بلعب عليك، انا صاحب حق. امال انا صاحب ايه يا واد؟ انت صاحب الزور. طيب الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم، لانه صوته عالي. ماشي، نسأل العالم دي، الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ اسألهم ولو انهم يعني، لكن كلمة الحق هتنقال. ماشي، ايه رأيك يا انسة؟ الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق طبعا هو اللي يمشي. طب نسأل الرجالة دي. الحق طبعا هو اللي يمشي يا معلم. معلوم، الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله أكبر، ظهر الحق. سمعت يا معلم يا كبير؟ سمعت ايه يا اللي قالوه رجالة